نادي الزمالك بضربات الترجيح. نشوف اعتراف يعني الحكم الجون ده البنالتي ده لو جه كان ادالك انت ادالك انت البطوله. نشوف الحكم التشيكي باعترافه. Yeah, I saw in this in on the match also he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us it wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100%. 100% 100% كانت تستحق ضرب الجزاء 100%. عايز تاني عندك؟ عندي كتير بس الكابتن اسماعيل يوسف غنانا الكلام لانه راح في منطقه تانية. والحقيقه كل اللي انتوا سمعتوه في الحلقه الزميل سيف زاهر واجه بيه الكابتن اسماعيل يوسف. واسماعيل يوسف خارج لتوه من مجلس اداره النادي الزمالك في المجلس المنحل وبالتالي عنده راي. الراجل قال حاجه مع سيف زاهر اللي كمان واجه خالد الغندور بنفس الحقيقه. نشوفها. كتيره ميزان القوة يعني مختلف شوية، يعني احنا شايفينها كده. فلازم الناس القايمة على المنظومة كلها. أنا هقول لك الصراحة بس من غير ما تزعل مني. أنتوا شايفينها على باطل. والناحية التانية في أجزاء واحدة واحدة بس. لا والله مش وأحيانا على باطل. الناحية التانية بتشوفها برضو على عكس، يعني أنا 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 مظلوم، أنا بحس إن مفيش حد مظلوم، كل واحد بيعدي في أوقات بظروف. وكل واحد ليه وكل واحد عليه. يعني مفيش خط واحد زي ما حضرتك تقولي مثلا انا اجيب 75 حاله انت مظلوم فيهم مثلا تحكيميا. طب ما انا لو جبت مخرج وجبت للاهلي هجيب 70,000 برضه حاله نفس القصه. الحكم اللي ظلمك كان لصالح فلان وغصب عنه، واللي بكره ظلم فلان لصالحك، ودايره دايره. يعني انت بتقف على حاجه ليك بس. بتحصل امتى دي؟ بتحصل امتى؟ كابتن انا عمري ما شفت نادي طلع قال او حد مثلا قال انا على فكره اتجاملت 20 مره قبل كده. انا في حاله بس عشان الحكام صحابي، يعني في حاله لشيكابالا في مباراه ضربه جزاء في مباراه الفرق بينه مثلا بالراجل 3 متر عادي وما جبناها 3 متر ما فيهاش موضوع. هل ده حكم مثلا وقبل الفار وقبل القصه؟ عمرك ما وانت لاعب سيبك بقى وانت مسؤول ما اتجاملتش تحكيميا؟ عمرك وانت قاعد كده انت واصحابك في 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 الفرقه مثلا قاعد كده النهارده عملت اللقطه دي وعملت فيها ميت؟ عادي يا كابتن. قليل يا كابتن والله قليل. كابتن اسماعيل يعني ده انت جيلنا غير عشان ربنا يسيب لك فوق في ميزان حسن. واحد من اللقاءات اللي الكابتن سيف هو عاده ما بيبقاش كده، ما بيبقاش بالمواقف اللي فيها مواجهه بقوه كده، بيسيب الضيف كده يقول له عايزه ويعلق تعليق سريع. ولكن الحقيقه انت بيجي لك لحظه هو ايه اللي بتقوله ده؟ هو انت عمرك ما اتجاملت؟ ده انت اتجاملت عشرات المرات. عارف عارف سيف زاهر خد الموقف ده ليه؟ لانه كان في اتحاد الكوره، ما هو كان معاه حازم امام. حازم امام لما دخل الاتحاد له فيديو شهير قال لك انا قبل ما اخش اتحاد الكوره كانوا بيقولوا الاهلي بيتجامل وفي ناس بتتدخل في تعيينات الحكام. قال لك لما دخلت ما لقيتش حاجه زي كده خالص. بس دلوقتي بيقول ايه؟ ما في لحظه تاريخيه بتبقى دي السلعه الرائجه. ايوه احذفها الجمهور يحب يسمع. احذفها. طيب اسماعيل يوسف بلغه كده ها بتحصل امتى دي؟ يقول له يعني ما حصلش انه الاهلي اتظلم او الزمالك اتجامل؟ قال له لا بتحصل امتى دي؟ يعني الزمالك ما اتجاملش خالص؟ ما اتحسبتلوش قرارات خالص؟ عشان كده بقول لك يعني ولا حتى خالد الغندور لانه سيف زاهر قال له بيحصل، قال له بص الزمالك ممكن يتجامل في لحظات غير مؤثره. فخالد شايفها الزمالك لو حصل له خطا بيبقى في توقيتات غير مؤثره والبطوله اتحسبت. واسماعيل يوسف بطريقه ما بيحصل امتى ده؟ حصل امتى ده؟